لشحن ولا أسامة، وش الفرق بين بزنس وكاريزما؟ تبي فرق ولا تبي لو خيروني بينهم يعني؟ لو خيروك ومع هالفرق يعني. والله ترى فرق من ناحية المحتوى في فرق كبير، إن هذا يعتمد على التجارة، يعتمد على هذا، وذاك يعتمد على كاريزما الشخصية اللي عندك. إيه حلو. لكن والله يعني لو خيرتهم بينهم، بين الكاريزما والبزنس، ما في مثل الكاريزما الصدق. صحيح والله العظيم ما في مثل الكاريزما. الحبيب الاولي، الحبيب الاولي. والله يمكن هذه اول مره اقولها انا. انا النيه يوم تابعت برنامج السوق قبل الكاريزما، النيه اني بسجل برنامج السوق 2 اللي هو المفروض الحين البزنس. هذا اللي مبيت النيه به. ايه انا كاريزما سمعت من بون حاف، وكذا قلت لكم سالفه نحاف هذه. ايه ويوم استبعدت ان قبولي بكاريزما الصدق، استبعدت قبولي نهائيا. يوم طلع قبولي قلت اللهم لك الحمد وكذا، والله لك الحمد. شوف انا غليت كاريزما، والله بزنس صراحه، والله احبك كمان حليلي واغليك، لكن ما في مثل كاريزما صراحه. اي لان اخوياك وكان اجواكم الجميله. والله كلهن واحد. عطنا وقت خروجك من البرايم، كيف مشاعرك؟ كيف كانت مع الشباب؟ اوه والله العظيم انك جبت على الجرح. والله العظيم بوقتها يوم وقفت انا قبل الله يعلن ابو سعد زياد الشهري، بين لابو ابراهيم ممكن، ولا ابو ابراهيم عارف، لكن الدكتور صالح فيها اسبوع كل جمعه، هي كل سبت يشوفون من هو اقل يعني نقاط، يطلع يقول له مع السلامه، خذ شنطك مسيك، عاد شوف الموقف الصاد. بالله لا يخربون، يشغلون في امان الله. ترى بجيب العيد انا. شغلوها اجل في امان الله ذي، دورها شريف. خل نصيح الشمري اليوم. اسلم. اي والله. ويوم خلصت فقره الاسئله، احنا ثلاثة كنا واقفين على الستيج، انا وفيصل الحربي وفؤاد الشهري، رجع فيصل الحربي، بقينا انا وفؤاد الشهري. انا والله العظيم طول الوقت مدنق راسي، انا ما ابي اطلع بالشباب. راعي فهد مطيري مدنق، وسلطان عنزي مدنق، وانت يا محمد حسن الزعيزعي مدنق، الشباب كلهم مدنقين. ونفس الوقت انا ما ابي احد يبكي. وعرفت اللي ما تدري انت تطلع انت ترجع، وارتباك والناس تراعي لك واهلك يتابعونك، كله مشاعر متلخبطة ترى. ايه بس يمكن هذا أول مرة أقولها، لكن بيني فهد الشهري وسام الشمري، شهري شمري، بيني قريبات من بعض. ايه يوم قال أسامة الشمري، أنا أصدق بعدين، أول ما قال أسامة الشمري سجل فهد الشهري، أنا قلت أكيد أنا اللي رجعت، فهد الشهري اللي طلع. وأسوي أقول الحمد لله أنا رجعت، أراعي الشباب اللي اجتمعوا علي كلهم. والله العظيم ما دريت أنا يوم قال شهري، ما أنا ما ركزت بالاسم، بس في حرف الشاء بالموضوع. فهد الشهري سجد على طول. سكر الاثنين اصلا متوتر. انت بحوله. ماني بحوله. ايه مرتبك. فهد الشهري سجد. قلت اكيد انا اللي رجعت. قلت الحمد لله راعي الشباب مجتمعين عندي. قلت لا الظهر انا اللي مودع الظهر. وعلي والله ودعت. الحمد لله خير. بكيت اسامه؟ انا؟ ايه. والله تبي اصد. بكيت بعد بيومين بعد ما طلعت، اشتقت للمكان، اشتقت للمياه. من اكثر واحد من اصدقائك اللي حولك دايم؟ واكثر واحد بعد بكى عليك؟ والله العظيم كلهم، لكن اللي تاثروا يعني وقت خروجي محمد الزعيزعي وفهد مطيري سلطان عنزي، بس اللي الاكثر محمد وزعيزعي. اي والله بس عندك محمد يراعي. عشت الموقف انا ذي. والله تراعي. والله عشت الموقف انا. والله ترى والله صدمه كبيره اسامه. شلون صدمه كبيره؟ والله العظيم بوقت خروجي صدمه كبيره، مو صدمه انه خلاص يعني ما راح تاخذ الجائزه، لكن عرفت لما تكون انت يعني متعودين انت اخويك تقومون مع بعض، تفطرون مع بعض، تصلون مع بعض، فجاه يوم الايام اختفى اخويك. عطناها شريف، عطناها. ايوه وش اعطناها؟ عندنا لا انت غصبا عنك، انت لما تعيش مع شخص انت فتره طويله، و يعني شهر انا قعدت بعدين طلعت انا، فجأة اطلع اكيد بتصير بقى دموع، تصير لنا دموع وعلى مقي رجال، اوكي يا رجال وين المشكله؟ لكن اللهم لك الحمد استفدت في البرنامج، تعرفت على رجال الطيبه تجربه في الحياه. اي والله تجربه في الحياه، ما خسرت شيء بالعكس، طلعت بالاخلاق العاليه. اللهم لك الحمد فعلا كلها مكاسب. اللهم لك الحمد. انا والله انا اللي صد ذمعت، انا بعد ما خلصت استوعبت، انا ما طلعت، انا طلعت الفجر صرت تبكي بعد ما خلصت، وانا اروح الشقه يا ود نمت، وانا اقوم المغرب، والله قمت المغرب فاتت حتى الصلوات، راعي متعود بالعاده اقوم الظهر وماني شبعان النوم، والمخرج يا اسامه يلا بث هوا هوا هوا، ما حد قاعده، اجلس استوعب، انا افتح الجوال اراعي لهم مع البث، عرفت اللي غصه تبي تدمع انت بس عيت تطلع.
تبي دمع بس عيد تطلع. هراها يا راعي شوي. هراها قلت لا أستاذ الحمد لله عوافي. وأنا أفتح البث أنا ما شفت برايم صار لي يومين ثلاث أيام ما شفت البرايم حق باليوتيوب. وأنا أفتح البرايم. يوم شفت ردة فعل وأنا هرة كلها هدبوع هريدة كلها. يا الله. تجمع. والله العظيم تجمعت لكن الحمد لله تجربة زينة. طب ممكن أسأل سؤال؟ يعني أنت مثلا على وسائل اتصال